دي معانا تليفون الاستاذه شيرين سباي. استاذه شيرين اهلا بيكي. اهلا بيك حياك الله. تفضلي سؤالك استاذه نيفين معاكي. تفضلي. انا بحب اعيد على الاخت نيفين امور كثيره. كما يبدو هي مغيبه. انا بنتي سحبها اليوغت امت، هي من ذوي الاحتياجات الخاصه، اجت النمسا باعاقه بسيطه 40 بعدين ارتفعت ل 100. بنتي لما سحبوها مني ال11 بالليل أدور عليه. اثنين، خلوها في مأوى لكبار السن سنة كاملة. بعدها هاي خلال هاي السنة بعد سنة بعد 10 شهور صارها في مكان آخر، هو في حي 16. استمرت سنة ونصف ما زارت البيت، سنة ونصف ما سمحوا لها تترك المكان غير من اليوغت آم تروح للكلاسة وترجع. في صفحتي بالتوك توك مقاطع مثبتة لما كانت بنتي تجي من الكلاسة من اليوغت آمت الرقبة معلقة لساعات. اليوم هلأ أنا جبتها من حق الزيارة سبت وأحد من ثنتين بعد للساعة 6، جبتها في منتهى القذارة. صالها تقريبا بالشهر الداوم تقريبا أسبوعين 14 يوم 16 يوم 18 يوم ما تداوم، وتداوم لها أسبوع 10 أيام بسبب كثرة الأمراض من المثانة إلى الكلى إلى التحسس في منطقة بين الفخذين، أمراض كثيرة. الكلام اللي جاي تحكينا أختنا مش واقع، جاي أنت تذبين اللوم بشكل كبير. بعد إذنش خليني أكمل. بشكل كبير على العوائل اللي جاية من الشرق بحجة أن إحنا عوائل إجينا شايفين حروب وشايفين ألم. ما في منطقة بالشرق الأوسط ما ساخنة، اليوم أوروبا نفسها ساخنة. فهل هذا يؤهلنا على أنه يسمح لليوغت آمت أنه نوصف بأننا أسر غير منطقية ولا وأن لا غير صالحين لتربية الأطفال؟ الأهم من هذا أنا خلصتي. طيب طب لحظة واحدة بقى بعد إذنك، طب لحظة بس بعد إذنك عشان أنا لازم أرد عليكي على نقطة. أول حاجة اللي أنت فهمتي كله أعتقد حضرتك فهمتي غلط. أنا أبدا مش متحملة أبدا على الأسر الشرقية، لأن أنا كمان شرقية، أنا زي زيك تمام، أنا مش نمساوية تمام، دي أول نقطة. ولكن أنا بحكي بناء على الحالات اللي بتمر عليا في المكتب. أنا عندي حالة زي حضرتك كده، مئات وألافات الحالات للأسف. وأنا قلت في بداية الحلقة، لو حضرتك ركزتي في بداية الحلقة، أنا قلت إن قانون الأسرة بيشكل تحدي على الأسر اللي جاية من الدول الشرقية، أو مش بس الدول الشرقية، من أي دول برا الاتحاد الأوروبي أو برا هنا. لأن إحنا عاداتنا وتقاليدنا وتربيتنا متربيين على شيء، والواقع اللي موجود هنا في النمسا شيء تاني. وقبل ما حضرتك تعملي المداخلة دي حالا، أنا لسه كنت بقول دكتور ممدوح، كنت بقول له إن هم بياخدوا الأطفال على اليوجن أمت، ولكن مش أكيد في اليوجن أمت بيلاقوا الرعاية الكافية عندهم. في أطفال كتير بتمرض، في أطفال كتير بتلاقي إن الوضع مقزز جدا بالنسبة لهم. في حرية، ولكن مش هو ده اللي يعني الرفاهية اللي عند الأولاد. إذن أنا النهاردة أنا أبدا مش ضد الأولاد الأهل، ولا بقول إن الأهل غلطانين. أنا بقول إن التربية بتاعتنا مختلفة تماما عن الوضع والقانون اللي طالبه مننا هنا في النمسا. يعني أنا شخصيا لو معايا طفل تمام ده مختلف تماما. أنا مش بلوم حد معين حضرتك أبدا، لأن أنا عارفة كويس قد إيه في صعوبة، ولكن القانون هنا للأسف ده الوضع. والأهل بما إن الأهل في أهل كتير مش قادرين يستوعب. أنا شخصيا أنا لو عندي أولاد كمين في حاجات كتير هكون مش متقبلها. فقدامي حاجة من الاتنين، يا إما أنا عايشة في النمسا، يا إما أنا لازم إن أنا أتقبلها وأحاول إن أنا أتماشى معاها وأبذل مجهود أكبر كتير في تربية ابني، أو إن أنا أقول إن أنا مش متقبلها تماما. وفي الحالة دي أنا ممكن أخسر ابني، أو ممكن أنا ما أجيبش أولاد خالص علشان أنا مش أقدر إن أنا أتواكب مع الحالة دي. أستاذ شيرين أنا عندي سؤال لو سمحتي، إذا سمحتي لي، هو حضرتك إيه الأسباب اللي بناء عليها اليوجند أمت قرر إنه يسحب الطفلة منك؟ الأسباب الحقيقية، الأسباب الحقيقية أنه تم اكتشاف أن بنتي تم سحب أجهزة طبية على اسمها، وهاي الأجهزة أنا ما استلمتها، في من استخدم توقيعي وسحب أموال من جهات مؤسسات الدولة وانصرفت على أجهزة وهمية. هذا السبب الأول. السبب الآخر
القانون النمساوي لمن يحصل على الجنسية، والأخت محامية اللي يرعى معاق 36 شهر وغير ملزم بقطع السوسيال ويكون متعايش معاه وغير ملزم بالعمل وغير ملزم بالكورسات. أنا عبرت 20 عام ولم أحصل على هاي الحقوق. السبب الآخر اللي خطب منتي، أنا نفسي أنا كنت أتراسل وأروح للسوسيال، ما كان عندي عمل، ثبتوني السوسيال على أنه أنا عندي عمل وآخذ على هذا العمل 50 يورو. النقطة اللي حضرتك بتحكي فيها مدام شيرين دلوقتي على الجنسية وقوانين النمساوية، هو أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، ولا أنا اسمعيني لو سمحت، ولا أنا ولا الدكتور ممدوح اللي نصنا القوانين النمساوية، هي قوانين وأنا بقول بس إيه القوانين. هو سألني، هو سألني أسباب سحب بنتج، هاي الأسباب الحقيقية اللي أريد أقوله كمان أيضا، إنه هاي المحاكم اللي تجري ومن خلالها سحب الأطفال، أنا اتحاسبت وتحاكمت وأنا في بيتي وما أعرف حتى ما بلغوني المحكمة، وعلماً المحكمة تبعد عن بيتي 10 ثواني. اتفاجأ بنتي في مأوى لكبار السن 11 بالليل أدور عليها بالاتفاق مع المحامي، وحتى صدروا فيني لما اطلعنا على جود أخته وخليت محامية دولية طلعت على التقرير الطبي، لقينا تناقشنا لقينا الموجود بالتقرير الطبي منافي للواقع اللي حالت بنتي فيه. وحتى تمام حضرتك كان عندك الحق دوت ان انت يكون عندك محامي في اجراءات قضائيه. حضرتك انا قلت في بدايه الحلقه ان في محكمه وفي اجراءات قضائيه، كان من حقك تقدمي دوت، واذا المحكمه كانت لقت ان قرار اليوجن امت خطا وان حضرتك الحق عندك ما كانتش قبلت. طب هو في النهايه استاذ شيرين، احنا بس عايزين نوصل لحضرتك الفكره، احنا مش مع القانون النمساوي وضد الاسر الشرعيه، احنا بنقول ان حتى ولو كان اليوجند امت عايز يقدم مساعده معينه، لكن احيانا ده بتكون اسباب هدم الاسره نفسها او ضياع الاطفال. يعني احنا مش مع القانون، احنا كل احنا عاملين الحلقه دي عشان يعني ننبه الاسر، ننبه الأسر للموضوع ان خدوا بالكم احيانا بتحصل حاجات هي مراد بيها خير ولكن هي بتأدي لل... طبعا بنشكرك شكرا جزيلا استاذة شيرين. على فكرة انا حاسة بيها، انت مستوعب ان ابنك حد ياخده منك؟ ايه ده، دي حاجة صعبة جدا على فكرة مهما لا كان. لا لا، لما بيبقى حتى لو لما بيبقى في اسباب والاسباب بتتعرف الى حد ما، لازم الاسر تحاول انها يعني تفك المشاكل دي بحيث ان تسترجع الطفل مرة تانية. في حالات كتير برضو اخذوا لجأت القانون 14 محامي، 14 محامي وكلت، 14 محامي يا ناس رفضت المحكمة تسلمني ملفي، والمحامي الوصية على بنتي، والمحامي اللي ماسك ملفي واشتكيت عليه بنقابة المحامين، ونقابة المحامين تعتبره غير مذنب. 14 محامي، واحد منهم انقتل على بوابة، انخطف بحدود النمسا وانقتل. اشتردون أكثر من هيك؟ اشتردون أكثر من هيك؟ إنه القانون مغيب وإن اليوغت آمت متسلط على العوائل العربية بشكل مخيف، وإن لا توجد لا. طيب أستاذ شيرين، احنا متضامنين مع حالتك ومع مشكلتك، واكيد لو قدرنا في وقت من الاوقات ان احنا نقدم مساعدة بشكل او باخر اكيد هنعيد الاتصال بحضرتك، ونقدر لو قدرنا نقدم حاجة بصورة قانونية. نشكرك شكرا جزيلا وتابعينا لنهاية البرنامج. شكرا أستاذ شيرين. عرفت الكارثة؟ ما هو المشكلة قانون الأسرة هي مشكلة في النمسا متداخل. مصيبة. ما احنا بنقول هو كان الهدف من الموضوع ان احنا بنوضح للناس يا جماعة خدوا بالكم، ده ناقوس خطر احنا بنطرقه. بس الناس بنقول مش هي دي. لا ما هو مش القصد، مفيش استوعاب. لا هو يمكن اختلط عليها الامر. لا انا مش بتكلم عليها هي. لا بشكل عام يعني. شوف خلينا نفرق بين حاجتين عشان اتمنى المشاهدين يفهموا القصة. خلينا نفرق بين حاجتين ونكون واضحين وواقعين مع بعض. في اب وام بيكونوا فعلا سيئين جدا، يعني اب يكون مثلا او ام، ومش شرط يكونوا عرب، ممكن نمساويين، ممكن افغان، ممكن هنود، ممكن باكستان، ايا كان ايه الجنسيه. احنا ما بنتكلمش عن الجنسيه، ايا كان نوع الاب والام. القانون بيسرع على الكل يعني. بس يكونوا سيئين مع الطفل، بيعذبوا الطفل. في ناس بتحرق الطفل، في ناس ممكن فعلا تاذي الطفل، تكون
بيكون حياه الطفل بخطر. احنا عرضنا حالات كتيره هنا من الاطفال اللي سابوا الاطفال اللي عذبوهم او بيرميه في الشارع او 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 ايا كان. طيب اسره زي دي هو مدمن مخدرات او مدمن كحول او غير واعي وفعلا ابنه في خطر ان هو هيموت لو بقي معاه, في الحاله دي انا ما بشوفش ان ده وحش ان اليوجن امتن ويساعد طفل, لان الطفل ممكن يموت. ده مش غلط وبعتقد ان مفيش حد ضدي في الفكره دي, بس دي ايه بتبقى حالات شويه قليله. الفكره بقى الاكتر اللي هي بتاعتنا احنا ان يكون الاب والام ناس محترمه وناس كويسين وبيربوا ابنهم بناء على التربيه اللي احنا تربينا عليها. هي ان ده غلط وده صح وده حرام وما تكلمش دوت وما تطلعش ويا حبيبي كذا, ومفيش حد هيحب الطفل اكتر من الاب والام أكيد. وهم عايزين خيره اكتر أكيد. وفي الحاله دي بتبقى الدوله هنا متطفله عن طريق اليوجن امت ان هي بتتدخل بكل تفصيله, اللي هي انا كأم من وجهه نظري ده غلط, انا مش عايزه ابني يعمل كده تمام. هما بيشوفوا ان لا انت هنا في النمسا وعايشه في النمسا, اذا قانون النمسا اللي بيتطبق عليكي, يا تعملي بالطريقه دي يا اما احنا بناخد منك الطفل. وهي دي المشكله, المشكله لا عندي ولا عندك يا دكتور ممدوح, مش انا اللي حاطه القانون ده. انا شخصيا كنيفين, انا كواحده عربيه متربيه في دوله عربيه وتربيت على الغلط والعيب والصح والحرام, بالنسبه لي ابني انا عايزه اربيه بنفس الطريقه اللي اي حد عربي على ارض النمسا عايز يربي ابنه بيها. انا زيهم بالظبط, وانا يعني متضايقه وعارفه قد ايه ده صعب على الاسر. بس الأسرة مش قادرة تستوعب الفكرة,